الرسالة دي بقى كان فيها ايه؟ واللي بعتها كان ليه بيستغيث؟ وايه هو مصيره دلوقتي؟ لو جاتلك رسالة من شخص ما تعرفوش بيطلب منك فيها انك تنقذه، اكيد هتحاول انك توصل له، هتحاول انك تساعده باي طريقة. بس لو جاتلك رسالة استغاثة من الفضاء هتعمل ايه؟ وهتعمل ايه لو عرفت ان الرسالة دي استغرقت 80,000 سنة عشان توصل له؟ سنة 1998 استقبلت أجهزة التلسكوب التابعة لوكالة ناسا رسالة غريبة جدا. الرسالة دي كانت مشفرة ومبعوتة من مجرة أندروميدا، وهي أقرب مجرة لمجرتنا. الرسالة دي بقى كان فيها إيه؟ واللي بعتها كان ليه بيستغيث؟ إيه هو مصيره دلوقتي؟ ومن إن محاولات استكشاف الفضاء ما زالت مستمرة، إلا إن في مواقف كده بيقف فيها الإنسان ويشعر إن هو عاجز تماما، وبيعرف وقتها إن العلم اللي توصل ليه قليل جدا مقارنة بالعلم اللي عند ربنا عز وجل. ويبقى ربنا عز وجل هو علام الغيوب. على سبيل المثال الصورة دي، احنا مجرد النقطة الصغيرة اللي ظاهرة في الصورة دي، فهل تفتكر بقى المعرفة اللي هنمتلكها هتقدر تعرفنا كل اللي في الصورة ده؟ اكيد مستحيل. ويبقى بقى السؤال الازلي اللي ملهوش اجابة لحد النهاردة، هل الكون الواسع العظيم ده احنا موجودين فيه لوحدنا، ولا في كائنات اخرى موجودة في كواكب ومجرات اخرى صالحة للحياة؟ وهل الناس دي شبهنا ولا مختلفين عننا؟ هل هم بشر زينا ولا كائنات أخرى؟ كل دي أسئلة ما زالت بتدور من مئات السنين، بل من آلاف السنين. لكن لما نيجي نبص على الرسالة اللي مبعوثة من الفضاء، هي رسالة التقطتها أجهزة التلسكوب التابعة لوكالة ناسا 1998. رسالة شبيهة بفكرة إن شخص تعرض لحادثة فقرر إن هو يطلع التليفون ويطلب اي رقم عشوائي عشان ينقذه. ده بقى بالظبط مفهوم الرسالة، واحنا الرقم العشوائي اللي استقبل الرسالة. فضل العلماء فترة كبيرة جدا يحاولوا ان هم يفسروا الرسالة دي ويفهموا هي مكتوب فيها ايه، ولكن دون جدوى، لحد ما اخيرا توصلوا للنتيجة. الرسالة عبارة عن رسالة استغاثة من حضارة متقدمة جدا ومتطورة عننا جدا، وصلوا لدرجة كبيرة من المعرفة والعلم اللي يخليهم يتواصلوا مع الكواكب الاخرى. ولكن للاسف الحضاره دي كانت في اخر لحظات الانهيار، وده اللي خلاهم يحاولوا يستغيثوا بالفضاء عشان اي حد ينقذهم، زي بالظبط الغريق اللي بيتعلق في اشياء. قرروا ان هم يستغيثوا بكوكب الارض. انا عايز اقول لك وقت خروج الرساله دي اصلا كنا احنا لسه في عصر الديناصورات يعني، فاهم؟ بيفسر الرساله دي قائد فريق الابحاث فيكتور كلوكوف، وهو ضابط روسي، يقول ان الحضاره دي تطورها هو اللي تسبب في دمرها، والتطور اللي وصلوا ليه والامكانيات الجبارة اللي كانوا بيمتلكوها كانت هي السبب في دمرهم وهلاك كوكبهم بالكامل. اللي بعت الرسالة دي بعت الرسالة من اليأس آخر لحظات الانهيار. رفض يقول اللي مكتوب في الرسالة بالتفصيل، لكن قال ان الرسالة مبنية على حاجتين مهمين جدا. اول حاجة في اول الرسالة بيطلب المساعدة وان هما ينقذوهم وينقذوا حياة الكوكب. اما باقي الرسالة بيتكلم عن مدى شعورهم بالذنب تجاه عالمهم، وانهم كانوا هم السبب في دمار عالمهم. بمعنى اصح ان الناس دي قدروا ان هم يصنعوا حاجات عبقرية جدا ومتقدمة جدا، وممكن يكونوا صنعوا اسلحة جبارة فتاكة ملهاش اي مثيل، لكن دي كانت السبب في دمارهم. عشان كده فيكتور بيقول ان الرسالة دي مهمة لينا جدا، جيالنا يعني زي ما تكون طوق نجاة ان احنا نخلي بالنا من التطور الزائد عن الحد اللي احنا وصلنا له، والاسلحة الجبارة اللي كل يوم بتظهر، قنبلة نووية، قنبلة ذرية، قنبلة هيدروجينية. احنا بنتفنن في صناعة اسلحة اكتر فتكا لينا احنا. كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن ماذا لو انفجرت كل القنابل النووية اللي موجودة على كوكب الارض، ايه اللي ممكن يحصل؟ سألتش نفسك ايه اللي ممكن يحصل لو انفجرت كل القنابل النووية اللي موجودة على كوكب الارض؟ النتيجة هتكون كارثية على الجميع، وهنرجع بالزمن اكتر من 300 سنة ورا، غير الخسائر الكبيرة جدا في الارواح. تقدر تتفرج على الحلقة دي على اليوتيوب. فالرسالة دي اكتر منها استغاثة، هي رسالة تحذير للكوكب وللعالم بتاعنا ان احنا محتاجين نحد شوية من الاسلحة الفتاكة. حد سألك عن القصة دي قول لهم الجاسوس حكي.